أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها قصايات من جميع الخيرات في حياتي بعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأيد بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم مذيب العفو، فاعف عنا ووالدنا ومن مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا ونصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وصل على ديننا التي فيها معاشنا، وصلة التي فيها معادنا، وجل حياتنا وجل حياتنا الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم ديننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم، وإيماننا إيمان المؤمنين، وإسلامنا إسلام المسلمين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، وأعمالنا أعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نيات المخلصين، وأهلنا أهل المتقين، وأموالنا أموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، ورقينا جنة مبرى النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحين، وقنا عذاب النار، ولا تجعل من أهل النار من وشاة وكفن ونفاس يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبهو، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر إلى أنت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل لنا تغاشنا أعمالنا وعشاءنا، إنك السميع العليم، اغفر لنا يا مولانا يا ذا الكرامين. اللهم ارزق إخواننا من الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا دما مغفورا يا أرحم الراحمين. دعونا فيها سبحانك اللهم تحيتنا فيها سلام آخرنا وأهلنا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم.